وقبل ما ادخل معاكم في قصه القائمه الخاصه بكارلوس كيروش القائمه المحليه الاولى للبرتغالي، خلينا ناخد مكالمه او مداخله سكايب مع واحد من المديرين الفنيين الكبار في افريقيا واللي دايما ليه اسمه واللي دايما على رادار الانديه الكبيره في مصر، البرتغالي الاخر باولو دوارتي المدير الفني الحالي لمنتخب توجو. مستر باولو، سعيد بوجودك معايا وصباح الخير. مستر باولو، خليني اسالك الاول على تجربه منتخب توجو، واحد من المنتخبات اللي اصبح ليها شان في السنين الاخيره في افريقيا، عندك مجموعه مهمه من المحترفين، شايف او رؤيتك ايه لفرص منتخب توجو في الفتره اللي جايه، سواء التاهل لكاس الامم الافريقيه او التواجد في كاس الامم الافريقيه وكاس العالم 22؟ شكرا على الفرصه اللي بتوحيها ليا في البرنامج، وشرف ليا كبير جدا ان انا اتكلم معاك النهارده. توجو في مشروع قوي جدا بالنسبه لي، لكن ظروفها صعبه في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، في مشاكل كتير كان في آخر 10 سنين بالنسبة لتوجو، على الرغم من أنه كان واحد من أفضل الفرق في الماضي، في بعض المشاكل الفريق مش مكتمل، في بعض المراكز مفقودة، خاصة لأن في انتقال من الأجيال، خاصة إيدي مايور والناس اللي اعتزلت، مع الأسف الجيل ده ما عادش موجود. فالتحدي حاليا قوي جدا، خاصة موضوع التأهل لكأس العالم، عندنا مجموعة من اللاعبين الشباب، لكن مع الأسف عندنا دفاع ضعيف إلى حد ما، ما نقدرش نقول عليه دفاع قوي، علشان كده الموضوع محتاج شغل كتير جدا، الوضع اللي احنا فيه صعب والظروف اللي احنا بنشتغل فيها صعبة. مع الأسف أنا توليت المهمة في شهر فات بس. ومع الأسف تعرفنا على الأوضاع الصعبة في بداية وجودنا معهم. توجو مع الأسف كان في مجموعة من الفشل في 4 سنين فاتوا، ما يدروش يتأهلوا حتى في النهائي الأفريقي أو كأس العالم الأفريقي. فكل المحاولة إن إحنا نحاول إن إحنا نخلي توجو تتأهل لأي منافسة أفريقية على الأقل. من المجموعة عندنا في السنغال، والسنغال فريق قوي زي ما أكيد عارف، ويعتبر أنا بالنسبة لي تحدي كبير ليا وللاعبين بتوعي. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها أقدر أقول لك إن توجو لا تمتلك الفريق الأفضل اللي عنده القدرة على الفوز. إحنا خسرنا في البداية ماتشين، لكن في اللحظة دي أعتقد إن توجو محتاجة تفكر في المستقبل أكتر، خاصة بالنسبة للتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية بشكل أكبر. كأس العالم بالطبع فرصة ممتازة جدا، وطبعا عندنا رغبة إن احنا نتأهل، لكن ما فيش المقومات اللي تخلينا نوصل لكده. مستر باولو، علاقتك بمستر كارلوس كيروش المدير الفني الحالي لمنتخب مصر ورأيك في التعاقد معاه، اتحاد الكرة المصري قرر اختيار مستر كارلوس وسط مدربين كتير علشان يتعاقد معاه الفترة اللي جاية، فأولا علاقتك بيه أخبارها إيه، عامل إزاي، يعني هل لسه في تواصل معاه ورأيك في اختياره، هل هو الأنسب لمنتخب مصر؟ بنتكلم من فترة للتانية، هو مش صديق مقرب قوي، لكن في معرفة وثيقة بيننا وبين بعض،
لما كان كايروس كيروش كان المدرب البرتغال كان في دايما اتصال بيننا وبين بعض. وطبعا لما كنت في كوت ديفوار كنا بنتكلم كتير. واجتمعنا اكتر من مره. واعتقد انها فرصه ممتازه ان هو يدرب المنتخب الوطني المصري لانه عنده خبره كبيره جدا. واعتقد انه هو يقدر لانه يتولى المهمه دي اكتر من مره خاصه مع المنتخبات. واعتقد ان في مجموعه من اللاعبين هيقدر يختار ما بينهم. الاختيار عنده كبير جدا خاصه في المنتخب المصري في مجموعه كبيره من اللاعبين الممتازين. واعتقد ان هو واحد من افضل المدربين في البرتغال. واعتقد واتمنى ان كارلوس ينجح في المهمه المكلف بها لانه هو يمتلك قدر كبير جدا من الحماس بالنسبه للمهمه دي وبيقدر يقدم شكل ممتاز من كره القدم. واعتقد ان كارلوس كيروش نفسه اختار اختيار جيد جدا لان مصر فريق قوي ويعتبر واحد من افضل الفرق اللي موجوده في افريقيا. مصر في اخر 10 سنين كان ادائها ممتاز. واعتقد ان مصر عندها الفرصة في الجيل ده بالذات حتى الجيل القديم بتاع ابو تريكا وبركات كان جيل قوي جدا كانوا لاعبين رائعين. واعتقد ان حاليا برضو الجيل ممتاز ويقدر يكون عنده اختيارات كتير تخليه يحقق او ينجح في مهمته. ففرصة مصر كبيرة في الفوز. مستر باولو بتفسر بإيه نجاح المدرب البرتغالي مع الأندية المصرية أو مع في مصر عامة؟ مستر مانويل خوسيه أو جوزيه فيريرا باتشيكو غيرهم، شايف في كيمياء ما بين المدربين البرتغاليين واللاعب المصري ولا إيه التوليفة؟ ليه دايما أو في أغلب الأوقات بينجح المدرب البرتغالي في مصر؟ لأن كرة القدم في مصر مشابهة بشكل كبير، دايما بيميلوا للعنف أو القوة البدنية أو الهجوم. المدرب البرتغالي عامة بيحب الصفات ديت. دايما لما بتحصل فيه بطولات بيحققها الكرة البرتغالية. ودايما لو لاحظت المدربين في البرتغال بيحققوا في كل مكان في العالم مش شرط مصر بس، سواء في اوروبا او في اليابان او اسيا او تركيا او اليونان. اعتقد ان في نجاح بشكل عام للمدربين البرتغاليين في العالم كله. أعتقد أن الرؤية نفسها بتاعة المدرب البرتغالي هي اللي تعتبر السبب في النجاح ده. ما أقدرش أقول أن المدرب البرتغالي هو الأفضل، لكن أقدر أقول أن هم بيقدموا مستوى عالي من كرة القدم. وأعتقد أن لاعبين بقدر اللاعبين الموجودين في المنتخب هيبقى عندهم رغبة في الفوز، فده هيساعد المدرب بشكل كبير. في الأول والأخير رؤية المدرب ما بتنعكس إلا من أداء اللاعبين في الملعب. أما لما يكون المدرب مش كويس حتى في بعض الأحيان اللاعبين بيقدروا أن هم يدعموا شكل المدرب أو يقووه. فأعتقد أن الوضع العام ممتاز جدا. مستر باولو دايما بتبقى موجود على رادار الانديه المصريه، اترشحت اكتر من مره لمنتخب مصر، للاهلي وللزمالك، لبيراميدز، للاسماعيلي، دايما باسمك بيطرح في الاعلام المصري كمرشح محتمل للتعاقد معاه.
هل اصلا تم التواصل معاك في اي من المرات دي ولا كانت كلها عباره عن اشاعات؟ وليه لم تنجح ولا مره المفاوضات معاك؟ بالطبع حصل تواصل كتير معي، مرات عديدة جدا، مرات عديدة يمكن ما نقدرش نعدها. في مرة جيت زرت مصر وكان في واحد من الأندية الكبيرة كانت بتحاول تتعاقد معايا، وفي مرات تانية كتير جدا تم الاتصال بيا، وخاصة لما المنتخب بيترك المدرب بتاعه أو الأهلي بيترك المدرب بتاعه أو الزمالك بيحصل اتصال بيا، ودايما اسمي مطروح على الطاولة على طول. أما في بعض الأحيان ما بيحصلش اتصال بيا، لكن برضو بترجع الاتصالات تتواصل تاني. أنا مش مهتم بعمل المال أو كسب المال بشكل عام. أنا دايما بتطلع لمشروع واعد، ببحث عن مشروع واعد يكون لي قدرة على النجاح أو نسبة نجاح، أما المال فبيجي في الدرجة التانية، سواء بالنسبة أن أنا بدرب نادي في مصر أو البرتغال أو في توجو، أنا بتطلع دايما للمشروع وليس المال. لما بلاقي ان المشروع عنده قدرة على النجاح في البداية بوافق عليه. دايما بيكون لازم يكون في هدف للبروجكت او المشروع اللي انا شغال عليه اهم من الشغل ده. وهل عدم وجود مشروع هو السبب الرئيسي لفشل المفاوضات مع اي من الاندية دي؟ هل عدم وجود مشروع واضح ليك كمدير فني هو سبب الرئيسي وراء عدم توليك المسؤولية يعني؟ لأنه كلامك معناه أنه الاتفاق ما كانش أو الاختلاف ما كانش ماديا يعني. لما بلاقيش في حالة من الاستقرار أو قدرة على المنافسة، وأعتقد إن كمان الطرف الثاني ما بيكونش بيتيح ليك الوقت الكافي اللي أقدر أشتغل فيه وأطبق رؤيتي، فبيكون المشروع بالنسبة لي ما مش بيلاقي أفضلية، فبضطر إن أنا أفاضل بين مشروع والتاني، بين فريق والتاني. وأعتقد إن المدة كمان لازم تكون أطول، لأن دايما بيتاح لي سنة واحدة بس، وأنا بحب المشاريع بتاعتي تبقى على المدى البعيد أو الطويل أو الأكبر من كده. طب مستر باولو، أنا هسألك سؤال ومحتاج منك إجابة واضحة وصريحة. لما كنت هنا في مصر كان المفاوضات أقرب مع الأهلي ولا الزمالك في المرة اللي قلت إنك كنت قريب جدا من أحد الأندية الكبيرة؟ وليه ما نجحتش المفاوضات في هذه المرة تحديدا؟ بما إنك وصلت لمصر فده معناه إن حصل يعني تقدم في المفاوضات. هل كان عدم الاتفاق مع الأهلي ولا مع الزمالك الأول؟ مش بفضل إن أنا يتم أصرح بالاسم، اسم النادي. هل حصل تواصل مع المنتخب المصري ولا فقط أندية مصرية؟ طبعا بالفريق القومي كمان كان في اتصالات. لا هل بتفضل احد الانديه الكبيره في مصر تحديدا؟ يعني لو جات لك الفرصه انك تدرب الاهلي او الزمالك او الاثنين في وقت واحد، هل عندك ميل اكتر لحاجه منهم ولا بالنسبه لك اللي مشروعه انسب او اللي ظروفه انسب هو ده اللي ممكن تتولى مسؤوليته؟ مش بفضل واحد من الاثنين. المدرب لا يطرح أمامه خيارات، سواء العمل في البرتغال أو في مصر، يقدر يلعب في أي مكان، يدرب في أي مكان. أي دولة تطرح خيار معين أنا ممكن أقبله طالما تمام.
بالنسبة لي ما الاختيار نفسه مش شيء مهم، اسم معين مش بيبقى مهم على قد قيمة التجربة، وما يفرقش معايا ان انا ادرب نادي كلاس A او B او C، الاهم هو قوة المشروع. طب خليني اسألك سؤال تاني قبل ما اختم معاك، كريستيانو رونالدو هل هو افضل لاعب في التاريخ ولا بالنسبة لك لا في منافسة شرسة ما بين كريستيانو واكتر من لاعب تاني؟ والحاجة التانية كيف تصنف جوزيه مورينيو حاليا، هل هو لسه في قائمة الافضل في العالم ولا خلاص الفترة فترة توهجه بالنسبة للمدربين انتهت؟ كريستيانو رونالدو حالة خاصة، مش بس علشان هو لاعب كرة قدم ممتاز، هو الكواليتي بتاع رونالدو أو قيمته كبيرة جدا. علشان كده هو دايما بيبقى متميز عن اللاعبين التانيين، دايما المميز في رونالدو هي العقلية بتاعته والسلوك بتاعه، وده شيء ما بيتوفرش في لاعب كل يوم. دايما الكواليتي ده او القدره دي بتتوفر في افضل لاعبين في العالم. معظم اللاعبين بيبقوا عندهم حاله من الرضا لما بيوصلوا للقمه، اما رونالدو لا، دايما رونالدو بيصر ان هو يكون الافضل، علشان كده خد 5 أو 6 مرات افضل لاعب في العالم. اما بالنسبه لي اللي انا شايفه هو لاعب غير عادي، علشان كده الانجاز اللي هو حققه صعب قوي ان حد تاني يحققه حتى في المستقبل. اذا بتراه هو افضل لاعب في تاريخ الكوره؟ قد يكون، خاصة ان رونالدو في الفترة دي مش هو رونالدو من 5 6 سنين، لكن الى الان بيقدم اداء رائع، ليه لا؟ اما مورينيو يعتبر هو مدرسي وصديقي، زي مانويل جوزيه صديقي ومدربي، واعتقد ان هم افضل مدربين في البرتغال بالنسبة للجانب الفني والجانب التكتيكي، هم من أعلى المدربين. مورينيو قدم لي كتير جدا خلال التجربة المشتركة بيننا وبين بعض، ومورينيو أحدث فرق كبير جدا في كل الأندية اللي تولاها، فاز بالعديد من البطولات. قد يكون في اللحظة دي مش رقم واحد، لأنه مش مطالب إن هو يكون الأفضل في كل مرة، طبعا في مكسب وخسارة، فده هيخلي وضعه مختلف في التقييم. وهو طبعا تغلب على أغلب المدربين في العالم. مستر باولو انا بشكرك شكرا جزيلا للتواصل، وبتمنى لك كل التوفيق مع منتخب توجو، وان شاء الله نراك قريبا في مصر في احد الانديه المصريه او مع ايا كان مين من الانديه اللي بتفضلها وقتها. لكن بشكرك شكرا جزيلا مستر باولو دوارتي المدير الفني الحالي لمنتخب توجو، واحد من المدربين المميزين جدا في البرتغال.